السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص عبر وكالة سند للأنباء. اليوم نستضيف الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل، وهي آخر الأسيرات المحررات التي خرجت من غزة. نتحدث اليوم عن موضوع تنكيل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأسيرات في سجن دامون. أستاذة نسرين، أهلا وسهلا بك معنا. يعني بداية، الأخبار والأحداث تتوالى من سجن دامون، إجراءات تنكيلية وتصعيدية بحق الأسيرات ينتهجها الاحتلال. كيف تتابعين هذه الأخبار، وما هي يعني آخر ما وردكم في ذلك؟ أنا بتابع الأخبار الأسيرات من يوم ما طلعت، يعني تقريبا يوم إفراجي وأنا بتابع وبساندهم وبتضامن معهم عن طريق الأخت أم موسى، اللي هي أم الممثلة مرح بكير، اللي هي ألقيت في عزل الجلمة الأسيرة مرح بكير. بتابع دائما معها، تقريبا كل يومين ثلاثة بنكون في مكالمة، بتابع شو بيصير عندهم، إيش بنتهكوا الاحتلال بحقهم، شو بيسووا معهم، شو الإجراءات اللي بخدوها. أنا من يوم ما روح إفراجي اللي كان 17/10/2021، من بعدها الأسيرات ما كان لهم زيارة، فرضوا عليهم العقوبة هذه بحجة إنهم بدهم يصلحوا غرفة الزيارات، بعد ما أنه بنفس يوم إفراجي أضربوا ثلاث أسيرات، اللي هي كانت منى قعدان، شتلة أبو عيادة، وأمل طقاطقة اللي أفرج عنها ب30/11، اللي كانت محكوم عليها 7 سنين. فيوم من يوميتها وهن ما لسه ما في زيارات، هاي أول عقوبة اللي فرض عليهم بحجة تصليح غرفة الزيارات. تاني شيء الاحتلال اللي قاعد هلقيت اللي قاعد بتصرفوا مع الأسيرات وبنتهكوا بحق الأسيرات، هي رفض الممثلة ونائبتها لتحكمه إنه بتنقل الأسيرات من بين الغرفة لغرفة. هذا ما أشعل شرارة، هذا اللي ما أشعل الاحتلال وأشعل نيرانه داخله إنه يعزل الممثلة ونائبتها ليقدر يتحكم هو في القسم، اللي يقدر هو يعطي كلمته وتتنفذ. بس الأسيرات الحمد لله هم عزيمة، إيد واحدة وعزيمتهم قوية، ما بيعطوا الفرصة للاحتلال إنه يتدخل. حتى لو كانت الممثلة بالعزل ونائبتها بالعزل، فأكيد هم وأنا واثقة بكل الثقة فيهم إنه ما راح يخلي للاحتلال إنه يتدخل فيهم، أو ما راح يخلوا للاحتلال إنه ينتهز هذه الفرصة ويسقط حد من أحد الأسيرات. يعني بداية الأحداث بدأت في تدخل الاحتلال في نقل الأسيرات من سجن إلى آخر، وهذا ما رفضته ما رفضته النائبة وممثلة ونائبتها، ما راح هي أسيرة قاصر كانت اعتقلت وهي عمرها 16 سنة، كانت تدرس توجيهي، تم اطلاق النار عليها 11 رصاصة في يدها واعتقلت وهي قاصر، وما راح لقيت عمرها 22 بادية ب 23 ما شاء الله، وهي ممثلة الأسيرات، هي المسؤولة عن الأسيرات، هي المتحدثة باسم الأسيرات، يعني رغم صغر سنها بس ما شاء الله ثابتة قوية. أنا معها بفترة السجن كنت دائما، أنا يعني عشان متعلمة اللغة العبرية فكنت أرشد أعلمها اللغة العبرية أكثر، تتدرب أكثر، كانت تيجي تستشيرني في كتير عدة أمور، نأخذ كلام. إحنا الأسيرات غاد إحنا ما بنأخذ قرار بس الممثلة بتأخذ قرار، لا، نقعد كل الأسيرات نتشاور على القرار اللي لازم نأخذه ضد الاحتلال ومنمشي فيه على هذا الشيء. بناء على يعني تواصلك مع الأسيرات أو معايشتك للأسيرات لسنوات عدة، لو تصفينا الآن يعني صورة الوضع في ظل هذه الحملة. صورة الوضع في هذه الحملة، أول شغلة الوضع أكيد صعب بين كل الأسيرات، لقيت كل واحدة في غرفتها، يعني احنا 13 غرفة في القسم، أكيد كل واحد بغرفته، يعني مع المجموعة اللي عايش معها مع الأسيرات، يعني في مجموعات في غرفة بتسع 8، غرفة بتسع 5، غرفة بتسع 3، لقيت ما احنا بنقدر نحكي مع بعض، أكيد القسم مسكر علينا، ما بنقدر نحكي مع بعض إلا عن طريق الشباك بدنا نعرف شو الوضع. وهلقيت إذا بده يدخل مثلا السجان أو المدير السجن، كلنا واحدة فينا بتكون بتنادي، ما حد يكلمه، ما حد يجاوب معه، خلاص بنسمع الكلمة هاي، لأنه المدير الممثلة ونائبتها مش موجودين، بيتم إرجاع لوجبة الطعام، بناخذ خطوة إرجاع لوجبة الطعام، أكيد أنا متواثقة كمان أنه انسحبت الأدوات الكهربائية بهاي الأمور الصعبة، انسحبت الأدوات الكهربائية مثل التلفزيون، الكمكم، البلاطة اللي إحنا بنطبخ عليها، الدفاية اللي بيجيبوا لنا إياها لكل غرفة دفايتين، يعني أكيد كله هذا انسحب.
بهذه الهم برضه هي عقاب عقاب لنا. طب تفجرت الأحداث بعد قرار من الاحتلال نقل الأسيرات داخل السجون، شو يعني نقل الأسيرات؟ إيش بيمثل لها؟ ليش رفضوا الأسيرات هذا عملية النقل هذا؟ أنا بدي أرجع أقول لك، هل قلت إحنا لما نأخذ مثلا إحنا كأسيرة خلص الإشي ونفرض علينا حكم، أنا مثلا فرض علي 6 سنين خلص، هل قلت أنا دا أتعايش إنه يخلصوا 6 سنين صح ولا لا؟ فإحنا هذه الغرفة مثلا فتت على غرفة رقم 9 اتعايشت مع الأسيرات، اتعودت عليهم وتعودوا علي. هل قلت لما تتعايشي مع شخص زي ما هو انه تعايشي مع اولادك مع زوجك مع بناتك، وانا كانوا انهم بناتي اكثر من بناتي واخواتي، خلص تعايشت في هذه الغرفه. يجي الاحتلال يقول مثلا نسرين تنقل على غرفه 11، طب انا ما انا متعوده على هذه الغرفه صلي مثلا 2 و3 كيف بدي مع انهم اسيرات واخواتنا؟ ما عندنا مشكله نتعايش معهم، بس احنا ما بدنا نعطي الاحتلال يتحكم فينا. أنا مرتاحة مع الأسيرات هون، وأنا تعودت على هذه الغرفة وتعودت وين أتعايش وكيف، وأروح أتعود على غرفة تانية على تعايش تاني. فعشان هيك رفضت الممثلة ونائبتها إنك أنت تيجي إنه الاحتلال يتحكم في التنقلات هذه. طيب اعتداءات متواصلة من الاحتلال بحق الأسيرات، منها التفتيش الذاتي، تفتيش الغرف، العد الليلي والبوسطة ومعاناة الأسيرات فيها، شو بتمثل هذه المصطلحات اللي احنا بنسمعها في الاخبار، لكن ايش بتمثل الاسيره؟ التفتيش الذاتي، التفتيش الذاتي تفتيش صعب وصعب. لما تيجي مثلا بدك تطلعي على مستشفى او بدك تطلعي على محكمه ويجي يفتشوكي مثلا تفتيش اللي هن بسموه تفتيش العاري، احنا بنرفضه ورفضناه وما سمحنا لهذا الشيء، ما بنسمح لهذا الشيء. ماشي، في عندك شيء هذا الميغنومتر اللي هي الاله اللي بتمرق، ممكن يمرق. طب انا طالعه من عندكم من السجن يعني وراجع عندكم على السجن، ايش بدي اخذ معي؟ حتى الدبوس اللي احنا كنا بنحطه للشاله كانوا يمنعونا منه. اي شيء بزمر، اي شيء اله حدا باخذوها منا، اي حزام لما تيجي التدخيني مثلا تفوت على التدخيلات الاواعي بتفوت على الزيارات بيقيموه لانها فيها حديده وفيها اله حاده. التفتيش الليلي اللي هي عباره عن تفتيش الغرف، بعز دين الساعه بتجيك الساعه 2 بالليل 3 تطلعي على الساحه، بامل الحاجه بيقف ضابط العدد على الباب، بتفوت 4-5 سجنات على الغرفه وهو مكيف مبسوط عليك وانت واقفه وسقعانه، وهو ما جوا قاعدين ولا شيء، برفعوا بس بخربوا، ما بدهم يعملوا شيء بس تخريب تنكيس انك انت قاعده بالدفيه جوا. لا بيجي بخلوكي توقفي بالساحه بعز دين الساعه، الشتاء بينزل عليكي ما بهمهم. بعدين احنا عندنا كمان مشكله في سجن الدمون انه الحمامات الاستحمام بريت الغرف، عشان هيك كمان عندهم هلقيت عقوبه 3 أيام عدم الاستحمام، يعني تسكير القسم عليهم عدم الاستحمام، يعني مش داخل الغرفه الاستحمام. ايش العقوبات لو نتحدث عن العقوبات بالتفصيل؟ اليوم وصلني ان انفرضت عليهم جديد اللي هي عدم خروج للساحه، يعني فيش فوره تسكير الغرف وثلاث ايام عدم الاستحمام، هل لحد الان وصلتني. طب الشتاء طبعا معاناه اخرى للاسيرات، لو نتحدث عن معاناه الاسيرات في فصل الشتاء. معاناتنا فصل الشتاء اول شغله الرطوبه اللي هو بسجن الدمون، سجن الدمون لا يصلح للبشر. سجن الدمون كان قلعة زمان بعيد عنك اسطبل للحيوانات على زمن بريطانيا، فما زال بناؤه كقلعة ما جدد فيه اشي، فيه رطوبة بالصيف بيكون درجة الحرارة كتير عالية فيه، ويعني رغم الهويات رغم ما كنا حدنا طلبنا حتى مرة في عندنا إسراء الجعبيز بوجه لها تحية اللي هي الأسيرة الجريحة إسراء جعبيس، طلبنا لها مكيف بس لغرفتها لأنها هي بعد الحروق 70% في جسمها، رفضوا هذا الشيء، حتى المحامين كانوا مقدمين لها إنه يحطوا لها مكيف ورفضوا الشيء. السقعة عندنا كتير شديدة، هي إنه الجبل السجن الدمون على جبال الكرمل اللي هو بالشمال، يقع على جبل الكرمل وغاد جبل الكرمل كتير بارد بالشتاء. السقعة إن إحنا البطانيات بنشتريهم اللي هن حرامات نشتريهم على الكانتينة بحسابنا، ومحدود لازم لكل أسيرة بس حرمين بس. الحمد لله بعد ما المطالب الممثلة أصرت إنه نكون في زيادة، ما أعطيناهم المطلب إنه بس لكل أسيرة حرمين ويسحبوا بقية الحرمان، والحمد لله. يعني برضو التدخيلي
تدخلي في الصيف وتدخلي في الشتاء. كانوا يسمحوا لنا دائما كل 3 شهور تدخيله، يعني تدخل الأسيرة. في عندك أسيرات الجداد ممنوع يدخلوا تدخيلات غير لمدة 4 شهور، بعد 4 شهور من توقيفهم يتم إدخال التدخيل. فهذا التحكم كله الاحتلال كانت رفضينه الأسرى الشباب ورفضينه الأسير الممثلة ونائبتها. فلذلك هذه الهمجية الأخيرة اللي شدت عليهم هالجيت اللي دخلوا عليهم، هذه ضغط على الأسيرات وضغط على الشباب عشان يوقفوا انتهاكاتهم. تمام. اليوم يعاقب الاحتلال الأسيرات بعزل 3 منهم، كيف تعيش الأسيرات في ظروف العزل؟ ظروف العزل أصعب شيء في الأسر اللي هو العزل الانفرادي. عزل انفرادي، غرفة العزل متر في متر، كمرات، تخت، البرشين بس، وحمام ومغسله بس، هذا الموجود. واكل السجن اللي بيجيب لك اياه السجن، والغطاء ممكن يجيب لك اياه من القسم، يمكن لا، يمكن بس من السجن. وبتضلك فيها هاي الغرفه، ما فيها اشياء تانية. انت هون العزل هو اللي بيجيب لك مثلا وجبه الفطور، هو اللي بتحكم فيكي، مش زي ما انت بالسجن تحت، انت اللي بتطبخي، انت اللي باكلك بايدك، النظافه بايدك، لا هم. ولا تصلح للمعيشة العزل. يعني أنا بقول الله يكون المعين للشباب اللي عاشوا بالانفرادي 5 و10 سنين تقريبا في أسرى المؤبدات. ما هي رسالة الأسيرات الآن بما أنك أسيرة محررة؟ اللي الرسالة التي توجهها الأسيرات إلى المجتمع الدولي، إلى العالم الخارجي؟ وأكيد أكيد بوجهوا رسالة إنهم قوموا احكوا، مش مجرد حبر على الورق. احنا لا، احنا اسيرات فلسطينيات واسرى فلسطينيين. الاسير بيستحق كل الاحترام، والأسيرة كل الاحترام، كل التضامن، كل الحب، كل كلمات لا تعبر ايش بيصير بالسجن. لهيك انا بطالب العالم يقفوا مع الاسيرات، هذه اسيره فلسطينيه، لازم احنا نتحرك، مش بس انه نطبع مع الاحتلال، لا، لازم احنا دائما يحكوا انه القضيه الفلسطينيه على حق الاولويه، على راس القائمه بكل اجتماعاتهم. بكل بشوف القضيه الفلسطينيه عم ترجع لورا، وبالاحق بحق الاسرى والاسيرات. بتحرك يا عالم، الاسيرات بدهم التحرير والحريه باذن الله تعالى. وما بطل عندي انا يعني من صعوبتي لحكي، وقديش انا عم بتالم للاسيرات اللي بصير معهم، لاني انا عشت معهم هاي الحياه. ما ضل حكي. نتمنى أن تجد هذه المطالبات أذان صاغية لتتمتع 32 أسيرة في سجن الدامون بحريتهن. نصل هنا إلى نهاية أو ختام حلقتنا من لقاء خاص استضفنا فيه الأسيرة المحررة نسرين أبو كمين لتتحدث فيه عن الإجراءات التعسفية بحق الأسيرات في سجن الدامون. شكرا لكم.